الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت غرينتش. حوار الليلة من سكاي نيوز عربية ونتابعه فيه. طلاب جامعات مصرية يشتبكون مع قوات الأمن في عدد من المدن، بعضهم ينتمي لتنظيم الإخوان المحظور والبعض الآخر يعبر عن غضبه، ولكن ضد ماذا؟ لم يفلح قرار السلطات المصرية بتأجيل استئناف الدراسة في الجامعات في السيطرة على الجسم الطلابي، فقد خرج المئات اليوم في عدد من الجامعات في تظاهرات سرعان ما تحولت إلى صدامات مع قوات الأمن. ولئن كان من الطبيعي أن يتظاهر طلاب الإخوان، فإن خروج طلبة آخرين غير محسوبين على المعارضة يطرح تساؤلات كثيرة بشأن أسباب شعورهم بالغضب. نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة. العلاقات السورية الأمريكية تتلقى ضربة كبيرة بعد قرار واشنطن تجميد نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدمشق، فهل تسمح واشنطن للائتلاف المعارض بتولي مسؤولية التمثيل الدبلوماسي لسوريا؟ أثار القرار الأمريكي تجميد عمل السفارة السورية في واشنطن والقنصليتين في ميشيغان وتكساس كثيرا من التساؤلات حول مغزى هذه الخطوة، فواشنطن لم تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، لكن قرارها هذا يتزامن مع تولي المبعوث الأمريكي الجديد لسوريا دانيال روبنشتاين مهام عمله. فمن سيقدم إذن الخدمات القنصلية للجالية السورية؟ ولماذا لم تسلم واشنطن مسؤولية هذه البعثات الدبلوماسية للائتلاف المعارض؟ قبل أن نبدأ النقاش، هذا موجز من الأنباء. رفضت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لعدم توفر الظروف المناسبة لها، وقالت الهيئة إن هذه الانتخابات تشكل إعاقة للعملية السياسية، كما أشارت إلى تمسكها كمعارضة في الداخل بالحل السياسي عبر مؤتمر جنيف 2. قتل طالب في جامعة بني سويف وأصيب ثلاثة آخرون إثر مواجهات بين قوات الأمن المصرية وطلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وقال مراسلنا إن الطالب القتيل هو نجلو أحد قيادات الإخوان. يأتي هذا فيما وقعت مناوشات بين قوات الأمن والطلاب المنتمين للإخوان في محيط جامعة القاهرة. وقد عاد الهدوء إلى محيط جامعة الأزهر بالقاهرة عقب سيطرة قوات الأمن على الاشتباكات التي اندلعت مع طلاب ينتمون لجماعة الإخوان وتفريق مسيراتهم. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع داخل المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر لتفريق متظاهرات قمنا بإشعال النار في إطارات للسيارات. سنتابع قضية تظاهرات طلبة الجامعات المصرية بمزيد من التفصيل بعد قليل في الجزء الأول من حوار الليلة مع ضيفينا، رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة في جامعة القاهرة عمر عبد المولى، والمتحدث الرسمي باسم ما يعرف بطلاب ضد الانقلاب إبراهيم جمال. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قرار الولايات المتحدة إغلاق السفارة السورية في واشنطن قرار مخيب للأمال ويدعو للقلق. وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة بإغلاق السفارة تخلت عن دورها في عملية السلام بسوريا. أمهل الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف زعماء منطقة القرم ثلاث ساعات للإفراج عن قائد القوة البحرية الأوكراني. وكانت القوات الموالية لروسيا قد سيطرت على ثاني قاعدة بحرية في جبه جزيرة القرم قرب ميناء سيفاستوبول في القرم وألقت القبض على قائدها. استبعد المحققون تقارير عن رصد الطائرة الماليزية المفقودة فوق جزر المالديف بالمحيط الهادي. وكان عدد من سكان جزيرة مرجانية نائية من جزر المالديف قالوا إنهم شاهدوا طائرة تحلق على ارتفاع منخفض في اليوم نفسه الذي اختفت فيه الطائرة. كانت هذه أبرز الأخبار، نتابع الآن حوار الليلة. حوار الليلة مع مهند الخطيب. جامعات مصر وطلاب غاضبون، ولكن ضد ماذا؟ موضوع الجزء الأول من حوارنا لهذه الليلة. أرحب من جديد بضيفينا من القاهرة. معنا رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة في جامعة القاهرة عمر عبد المولى، ومعنا أيضا المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بطلاب ضد الانقلاب إبراهيم جمال. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر
وفيسبوك. مرحبا بالضيفين. أستاذ إبراهيم سأبدأ معك، مساء الخير بداية. التظاهرات التي اندلعت في عدد من الجامعات المصرية اليوم، ما هو الهدف من ورائها تحديدا؟ يعني هي لم تندلع اليوم فقط، هي في مظاهرات في جميع الجامعات المصرية بعد انقلاب 3 يوليو. الأهداف واضحة جدا، المطالب وأهداف هذه الاحتجاجات واضحة جدا، وهي المطالبة بإسقاط حكم العسكر الذي لم يأتي بخير على بلادنا. نحن نعيش في ظل هذا الحكم منذ 60 سنة ولم تتغير بلادنا بل ازدادت سوءا. اليوم نحن في انتفاضة 19 مارس، انتفاضة وموجة ثورية جديدة ضد هذا الحكم الذي استمر لهذه السنوات. يعني طلاب مصر الآن والحركة الطلابية الآن في مصر تعاني من فقدان أكثر من 180 شهيد حتى الآن، واعتقال فوق 1500 طالب في سجون الانقلاب بدون تهم حقيقية وكلها تهم ملفقة. الآن طلاب مصر يقفون كلهم وقفة واحدة، صف واحد ضد هذا الحكم الدكتاتوري، يطالبون بحياة أفضل، يستمدون ذلك من روح 25 يناير حيث توحد الصف الشبابي المصري كله تحت راية واحدة، وهو المطالبة بإسقاط النظام الدكتاتوري. الآن الفكرة واضحة أستاذ إبراهيم، إذا سمحت لي. تتجدد هذه المظاهرات. جيد، الفكرة واضحة جدا. سأنتقل إلى الأستاذ عمر عبد المولى. مساء الخير أستاذ عمر، مرحبا بك معنا. ما رأيك باللي قاله الأستاذ إبراهيم؟ يعني وقفة واحدة لطلاب الجامعات المصرية، موجة ثورية جديدة، انتفاضة كما وصفها، هل تتفق مع هذه التوصيفات وهذه الأهداف لهذه المظاهرات؟ مساء النور أستاذي. خلينا بداية نتكلم أن الحراك الطلابي حاليا في الجامعات ليس محصورا على طلاب ضد الانقلاب فعلا، وليس محصورا على فصيل بعينه. فعلا في طلاب بشتى الاتجاهات أو التيارات السياسية، سواء اشتراكيين سواء طلاب محسوبين على تيارات سياسية أخرى سواء طلاب مستقلين يتظاهرون. الحراك الطلابي عامة في الجامعات حاليا بشكل عام هو ليس وليد الصدفة أو ليس وليد اللحظة، لكنه جاء نتيجة ممارسات عديدة وجاء نتيجة أفعال عديدة. أيضا بشكل عام إدانة العنف واجبة، إدانة العنف واجبة قولا وفعلا من أي طرف، لكن حتى نضع الأمور في إطارها الصحيح، العنف أو التظاهرات عامة الطلابية تأتي بشكل عام في أطر محدودة، وفي يعني في أطر أغلبها يعني أو أسوأها يأتي في حيز ال يأتي أغلبها في حيز الأخطاء الفعلية أو الإلحاق الأذى بمباني أو مؤسسات معينة، بينما يأتي العنف ليس محصورا على الطلاب، لكن هذا العنف أو عنف الطلاب عامة هو محصور في خانة رد الفعل، رد الفعل لتدخل أمني أو لتدخل قمعي. أغلب هذا التدخل أدى إلى فقدان العديد من ال. طيب سنعود إلى مسألة العنف بعد قليل أستاذ إبراهيم، ولكن هل بما أنك ذكرت أن الطلاب الذين يشاركون في هذه التظاهرات ينتمون إلى خلفيات متنوعة، هل الأهداف التي تحدث عنها الأستاذ إبراهيم قبل قليل هي أهداف مشتركة لكل هؤلاء الطلاب بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم؟ أستاذ إبراهيم معنا؟ أيوة. سألتك إذا كان الطلاب الذين تحدثت عنهم بأنهم ينتمون إلى خلفيات متنوعة يشتركون في الأهداف التي تحدث عنها الأستاذ عمر؟ نعم بالضبط، يعني هناك بالطبع أهداف مشتركة واسعة ونقاط اتفاق واسعة ما بين الشرائح المشاركة في هذه الاحتجاجات. رفض حكم العسكر، رفض الوصاية العسكرية على الجامعات، رفض القمع الأمني الذي يحدث لمحاولات التعبير عن الرأي السلمي، كل هذه أهداف تشترك فيها الحركات الثورية المشاركة الآن في الاحتجاجات التي تحدث داخل الجامعات وخارجها. وهذا ما يعني وهذا
استكمال لروح 25 يناير، حيث تناست القوى الثورية المشاركة في 25 يناير مع حدث يعني خلفيتها الأيديولوجية أو أفكارها الحزبية السياسية، واتفقت كلها على هدف واحد وهو إسقاط حكم العسكر، وهنا كان انتصار الثورة، ونحن الآن في محاولة لاستكمال هذه الثورة التي لم يغب أملها ولم يغب حلم التغيير عنا حتى الآن. أؤكد أننا بطبيعة الحال هذا التعبير السلمي عن الرأي هو حق مكفول يجب أن تكفله الدولة، ولكن الآن الدولة تمارس أشد أنواع القمع ضد من يعبر عن رأيه، فإما باستخدام القانون مثل قوانين الإرهاب وقانون التظاهر وغيره من قوانين، أو بالقمع المباشر واستخدام للقوة المفرطة على الطلاب السلميين المتظاهرين. طيب سأعود إلى الأستاذ عمر. أستاذ عمر، هذه المطالب التي تحدثت عنها وهذه الأهداف، أنتم كمجموعة من الجسم الطلابي برأيك يعني ما هي نسبة تمثيلكم من داخل الجسم الطلابي المصري ككل في الجامعات؟ سيدي، مطالب الطلاب في الجامعات عامة أو الحراك الطلابي في الجامعات لا يجب تصنيفه أو تحديده في خانة أنه توجه سياسي معين. أغلب ما يطالب به الطلاب هو حقوق أساسية، هو حقوق حرياتهم، وحقوق ألا يعتقل إخوانهم أو وزملائهم أمام عينهم، وألا يختالوا داخل سكاشنهم وداخل معاملهم. هذه المطالب ليست سياسية وليست مطالب أساسية، هي مطالب إنسانية بالمقام الأول. طبعا يعني بالنسبة لسؤال حضرتك من ناحية تمثيلنا، فهذه المطالب يعني لا يوجد طالب مصري لا يرفض أن يتعامل بحرية، يرفض أن لا يتم اعتقاله عشوائيا، لا يوجد طالب مصري يرفض أن يحس بالأمان داخل جامعته وهو عائد من طريقه، لا يوجد طالب. وبالتالي من ناحية تمثيل هذه المطالب، فهذه المطالب ممثلة لكافة الطلاب، لأي طالب مصري حر. تمام. طيب أستاذ إبراهيم، مسألة استخدام العنف واللجوء إلى العنف برأيك يعني إلى أي مدى هذه الظاهرة منتشرة في هذه التظاهرات؟ لماذا لا تقتصر هذه التظاهرات على الخروج السلمي والتعبير عن الرأي بشكل سلمي؟ يعني هو في طبيعة الحال هي هذه المظاهرات هي مظاهرات سلمية، لأن الطلاب هم في الأصل طلبة علم، فلا يحمل أحدهم السلاح أو لا يملك أحدهم هذه القوة التي تدفعه للعنف أو لاستخدام العنف. هم يريدون التعبير عن رأيهم بحريتهم ويمارسوا هذا الحق الذي تكفله كل الدول التي تتبع النظام الديمقراطي غير القمعي. ولكن القوة والعنف والذخائر والغاز والخرطوش والرصاص الحي، كل هذا يأتي من جهة واحدة وهي من قوات الأمن التي ترفض هتاف هؤلاء الطلاب، والتي تحاول أن تقمعهم بكل الوسائل التي يعني تستخدمها لذلك. فنجد قوانين أو نجد اقتحامات للجامعات، حتى حدث في الترم الأول اغتيال أو قتل ل 16 طالب داخل الحرم الجامعي على مدار الترم، منهم الطالب محمد رضا في كلية جامعة القاهرة كلية الهندسة، ومنهم الدكتور عبد الغني في جامعة الأزهر، وغيرهم من الطلبة الذين استشهدوا داخل الحرم الجامعية. كل هذا القمع يدفع الطلاب ليس لوقف حراكهم أو للخوف أو ما شابه ذلك، فطلاب مصر وشبابها قد هجر الخوف قلوبهم منذ 25 يناير، منذ أن واجهوا الداخلية بصدورهم العارية مطالبين بحريتهم وحرية بلادهم. ولكن طيب، ولكن عودة إلى استخدام العنف إذا سمحت لي أستاذ إبراهيم، على أهدافهم. طيب نعم. بالنسبة لاستخدام العنف، يعني بحسب ما يقول الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر اليوم، يقول أن تجمعات الطلاب شهدت إطلاق شماريخ متعددة، تشويه للحوائط والجدران، ثم إشعال للنار أمام البوابة الرئيسية، مما تسبب في دخول الشرطة للسيطرة على الموقف وإعادة الأمن وإطفاء الحرائق، وبخاصة أن الطلاب قذفوا عربات الشرطة المتمركزة خارج الأسوار بالحجارة. إذن إدارة الجامعة بحسب الدكتور أسامة العبد اضطرت لاستدعاء قوات الأمن بسبب هذه الأعمال، أعمال الفوضى والعنف التي قام بها الطلاب في الجامعة، ما رأيك؟
وكيف تتدخل قوات الأمن؟ يعني إذا كان هذا مبررا، وإذا كان حقا الطلاب قاموا بهذه الأعمال كما يدعي رئيس الجامعة، فكيف تدخل قوات الأمن؟ تدخلت باستخدام القوة المفرطة والذخائر الحية في مواجهة الطلاب. هل يعقل أن تستخدم الداخلية هذه القوة في مقابل الطلاب فقط يعبرون عن رأيهم؟ هل قاموا بإشعال النار في أمام البوابة الرئيسية وبقذف عربات الشرطة المتمركزة في الخارج وبالكتابة على الجدران وكل هذه الأمور التي تحدث عنها رئيس الجامعة؟ يعني نحن نعرف أن يعني إذا كان الطالب قد قام بذلك أو بالكتابة على الجدران أو غيره، هناك وسائل قانونية تتيحها لائحة الجامعات لمعاقبة الطلاب، ولكن ليس من ضمن اللوائح استدعاء الداخلية لقمع الطلاب أو لقتلهم داخل الحرب الجامعية أو لاستخدام الرصاص الحي أو الخرطوش. هل أعمال العنف التي تحدث عنها رئيس الجامعة بالفعل قام بها الطلاب في هذه التظاهرات؟ لا، يعني بالطبع لا يمكن لحراك سلمي حضاري تحضري من الطلاب الجامعات الذين هم يمثلون الشريحة الأرقى ما بين شباب مصر أن يمارسوا مثل هذه الأعمال. ونحن ندين أي أعمال تدعو للعنف أو تحرض عليها سواء كانت من قبل الطلاب أو من غير الطلاب. طيب، ولكن نحن نؤكد أن العنف بهذه القوة وبهذا الرصاص الحي وبهذا الخرطوش لا يأتي إلا من قبل قوات الأمن، فلا يوجد أي مبرر أيا كان لمواجهة الطلاب بهذا الشيء. يعني إن كان رئيس الجامعة يملك قرارا حقيقيا ويملك إدارة حقيقية فعليه أن يعاقب الطلاب إن استطاع ذلك، ولكن ليس باستدعاء قوات الأمن، فليس هذا من القانون وليس هذا من ما يقبله العقل حتى. طيب أستاذ إبراهيم، أرجو أن تبقى معنا أنت والأستاذ عمر. سنشرك معنا أيضا في الحوار الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. مساء الخير دكتور حسن، مرحبا بك معنا. هل بالفعل يتم استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات في التعامل مع التظاهرات الطلابية التي يقول ضيفانا أنها في غالبها هي مظاهرات سلمية؟ للأسف أنا لم أستمع إلى ضيوفك الكرام، ولكن أنا كنت في الجامعة صباح اليوم ومرت أمامي بالفعل مظاهرة، وكانت مظاهرة سلمية لم أشاهد فيها أي نوع من أنواع العنف. ولكننا رأينا في الوقت نفسه في بعض الجامعات مثل جامعة الأزهر وفي غيرها استخدام للعنف، ورأينا شباب يتسلق الجدران الجامعة ويدخل المكاتب ويلقي بأوراق وبأجهزة من شبابيك هذه الجامعة، بل إن وفي جامعة القاهرة أيضا أنا تحدثت في مرة مع رئيس الجامعة وهو صديق شخصي بمناسبة الاعتداء على ابنه الذي أصيب بطلق ناري في واقع الأمر وكاد يفقد حياته تماما، وبالتالي هناك بالفعل مظاهرات سلمية تماما لا يستخدم فيها العنف، لكن هناك أيضا مظاهرات يستخدم فيها العنف، وحدث اقتحامات لمكاتب الأساتذة وحصر بعض الأساتذة ومنعوا من الخروج، بل جرت محاولات يقينا لمنع الطلاب من أداء امتحاناتهم على سبيل المثال. كيف تتعامل السلطات دكتور حسن مع المظاهرات التي تخرج بطابع سلمي؟ هل هناك بالفعل محاولة لمنع هذه المظاهرات من استكمال مسيرتها؟ لا يستطيع أحد، ولا أعتقد أن لأحد مصلحة في منع مظاهرات سلمية، ولكن يجب أن تكون هذه المظاهرات سلمية حقيقة وألا تؤدي إلى تعطيل الدراسة أو الاعتداء على الأساتذة أو اقتحام الأماكن، وبالتالي أي محاولة لتعطيل الدراسة تعد عملا غير مشروع، لأن هناك طلاب يتبنون مواقف مختلفة ويريدون استكمال دراستهم بدون عوائق، وبالتالي إذا أقدم بعض الطلاب المتظاهرين على منع الطلاب من حضور محاضراتهم فهذا يعتبر اعتداء على حقوق طلابية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. طيب دكتور حسن ابقى معنا إذا سمحت، سأعود مرة أخرى للأستاذ عمر عبد المولى رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة في جامعة القاهرة. أستاذ عمر، ما رأيك؟ إذا السلطات كما يقول الدكتور حسن في مجمل الأحوال تتعامل بشكل حضاري مع المظاهرات ذات الطابع السلمي، ولكن إذا حصلت اقتحامات للمكاتب والأماكن العامة والعبث
بمحتوياتها وتعطيل الدراسة وكل هذه الأمور، إذن قوات الأمن في هذه الحالة مضطرة للتعامل بأسلوب مختلف، ما رأيك؟ بعيدا عن الشواهد التي يعني تختلف قليلا عما قاله أستاذ حسن، دعنا نضع الأمور في توصيفها الصحيح. لدينا يعني لفظ العنف عامة يعني يليق أكثر بما يتم بأفعال قوات الأمن، لكن لفظ الشغب يليق بأسوأ الأحوال التي يقوم بها الطلاب. ما يقوم به الطلاب لا يعود على حرية، لا يتعدى على أشخاص، لا يتعدى على أعضاء هيئة التدريس بعينهم. قد يتعدى بعض الطلاب، وهذا مرفوض طبعا على مؤسسات أو على منشآت، لكن هذا يأتي في حيز الشغب. لكن ما يقوم به قوات الأمن، هل حصل هذا اليوم؟ أثبت على مدار 6 شهور التدخل الأمني. نعم سيدي، اعتداء على منشآت. لا لا لا، أتحدث عن الشغب الذي وصفته أنت بالشغب، هل حدث اليوم في جامعة القاهرة تحديدا؟ لا، لم يحدث اليوم في جامعة القاهرة أمثلة يعني عينية للشغب تحديدا. التدخل الأمني الذي يعني رأيناه على ما يقصر من 6 شهور هو الذي يعني كان دائما وكان لا يزال حتى الآن يأتي بنتيجة عكسية. أفعال الشغب لا يتصدى لها بالرصاص الحي ولا بالخرطوش، ولا يتصدى لها بشكل جماعي. أفعال الشغب يتصدى لها بضبط النفس وبشكل تقني وبشكل يعني يجب أن يكون هناك تعامل أمني محترف قليلا مع أحداث الشغب. لا يأخذ عاطلا بباطل ولا يتعدى على طلاب في معاملهم وسكاشنهم. اليوم في جامعة القاهرة كلية هندسة أصيب 4 طلاب منهم طالبات داخل سكاشنهم بالخرطوش الطائش. التصدي الأمني ليس احترافيا وليس حلا بالمرة. التصدي الأمني هو ما جاء بنتيجة عكسية وهو ما يزيد. كما قلت سابقا يعني رد يعني ما يفعله الطلاب يأتي في خانة رد الفعل، المنوط بضبط أفعاله والمنوط به تعديل سلوكياته أولا هو الجهاز الأمني للدولة. أستاذ إبراهيم، هناك اليوم كان يعني من ذكر بأنه هناك الكثير ممن شاركوا في هذه التظاهرات ومارسوا بعض أعمال الشغب وأعمال ربما عنيفة كانوا من خارج الجسم الطلابي في هذه الجامعات، لا ينتمون إلى الجسم الطلابي. هل بالفعل هناك عناصر تدخل أحيانا وربما تتسبب في بلبلة وفي مشاكل في التظاهرات التي ربما تكون سلمية في بداياتها؟ أنا خلينا نتفق في البداية أن المظاهرات الطلابية هي مظاهرات حضارية سلمية تحاول التعبير عن رأيها بشكل متحضر لتوصيل الرسالة إلى عموم الطلاب وإلى الحكومة الانقلابية الموجودة الآن، وقد يندس بينهم بعض المندسين الذين يحاولون الشغب أو استعمال العنف حتى تتدخل الداخلية بشكل همجي أو شكل مفرط في استخدام. مثل من هؤلاء أستاذ إبراهيم؟ الأصل أن يعني هل هناك جماعات يعني معينة تحاول استغلال مثل هذه التظاهرات السلمية؟ لا، يعني في الحقيقة نحن يعني أنا أتحدث لك من واقع ميداني ومن واقع داخل الجامعات أن معظم الطلاب المتظاهرين هم طلاب ينتمون إلى الحركة الطلابية، هم طلاب نشيطون في العمل الطلابي والنشاط الطلابي، يحاولون التعبير عن رأيهم. يعني قصة المندسين بينهم أو قصة استغلال هذا من قبل تيار بعينه أو طرف بعينه. دعني أسألك بشكل أكثر يعني بشكل أكثر مباشرة، ولكن قد تدفع الداخلية الكثير من الأنباء التي نسمعها عن هذه المندسة حتى تبرر تدخلها مع الطلاب بهذا الشكل. الكثير من الأنباء التي ترد عن هذه التظاهرات تشير إلى مشاركة طلاب من المنتمين أو من المساندين لجماعة الإخوان المسلمين، وهم بحسب هذه الأخبار من يتسبب في أعمال الشغب وأعمال العنف. هل هناك بالفعل طلاب من المؤيدين لجماعة الإخوان ضمن هذه الأعمال؟ يعني جماعة الإخوان هي جماعة فكرية يوجد من يناصرها في كل مكان وكذلك يوجد من يعارضها، ولكن لم نرى من طلاب الإخوان أو من غير الطلاب سواء وخصوصا الطلاب المعارضين للانقلاب المتظاهرين الآن مثل هذه الأفعال أبدا. هذا العنف يعني أنا أؤكد لك أنه لا يأتي إلا من جهة واحدة وهو جهة قوات الداخلية وقوات الأمن التي تعتدي بهذا الشكل الهمجي وذلك الشكل الوحشي على
الطلاب المتظاهرين. قصة يعني نحن داخل العمل الميداني في وسط الطلاب نعرف من هم تبع التيار التنظيم الإخواني أو من هم تبع التيار الإسلامي أو من هم تبع الاشتراكيين أو 6 إبريل أو غيرهم. ونرى كذلك أن معظم أو أغلبية المشاركين في هذه المظاهرات هم طلاب مستقلين، وهذا يدفعنا إلى التأكد من أن معظم هذه الاحتجاجات التي تحدث ليست لأحزاب أو لمطالب فئوية أو لأحزاب سياسية أو لأيديولوجيات فكرية، وإنما من أجل قضية وطنية اجتمع عليها الطلاب وقرروا الانتفاض من أجلها، وهو إسقاط حكم العسكر الذي يهيمن على البلاد والذي لم يأتي بخير منذ 3 يوليو أو من قبل ذلك منذ 60 عاما. هذه مطالب سياسية يعني بامتياز أستاذ إبراهيم، وليست قضايا طلابية. نعم، نحن خرجنا في 25 يناير الشعب يريد إسقاط النظام، عيش حرية كرامة إنسانية، أليست هذه يعني مطالب يجتمع عليها الشباب المصري؟ جاي. يعني بغض النظر عن أنها يعني فكرة نظام معين أو تيار معين، لا، هذه أفكار موحدة على كل الاتجاهات الطلابية، والمستقلين كذلك يؤيدون هذه الفكرة، وهو إسقاط حكم العسكر ليس مجرد هدف سياسي بل هو أيضا هدف ثوري وهدف اجتماعي. واضح أستاذ إبراهيم، فقط لضيق الوقت إذا سمحت لي سأنتقل إلى الدكتور حسن في كلمة أخيرة في الدقيقة المتبقية. دكتور حسن، الأستاذ عمر قبل قليل طالب بتعامل أمني محترف مع هذه المظاهرات، خاصة مع أعمال الشغب التي قد تحدث، وقال أن التصدي الأمني وحده ليس السبيل لمواجهة مثل هذه الأعمال، ما رأيك؟ دكتور حسن معنا؟ نعم، هل تسمعني؟ نعم أسمعك الآن، سمعت سؤالي؟ نعم، يجب أن يعني ألفت النظر إلى أن أساتذة جامعة القاهرة نضلوا طويلا إلى أن تمكنوا من استصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي، لأن الحرس الجامعي كان تابعا لوزارة الداخلية، وكانت وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير تتدخل من خلال مباحث أمن الدولة في كل شيء داخل الجامعة وتدير الجامعة. الآن انتهى هذا العهد، لكن المظاهرات العنيفة داخل الجامعة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى رأي عام ضاغط من أجل عودة هذا الحرس الجامعي، ونتمنى ألا يحدث ذلك. ولذلك أناشد أبناء الطلاب بأن يتذكروا أن الجامعة هي مكان للعلم والتعليم وصقل الشخصية، ومن يريد أن يمارس السياسة بمفهومها المباشر عليها أن يمارسها من خلال الأحزاب، ويجب التمييز بين القضايا الطلابية البحتة والتي يجب أن يصدر بها قرار من اتحادات الطلاب، وحتى تكون هناك يعني أرضية مشتركة وجامعة بين الطلاب في حالة ما إذا قرروا التظاهر داخل الجامعة لأسباب لا تتعلق بأحزاب معينة ولا بفصيل معين، وإنما لأسباب تتعلق بالحركة الطلابية أو بالدفاع عن الحريات الأكاديمية. هذا هو ما يجب أن تكون عليه الجامعة. الجامعة لا يجب أن تمارس النشاط السياسي بمعناه المباشر، ولكن يجب أن تحمل الحريات الأكاديمية والعلمية. شكرا لك دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا أيضا لضيفينا الأستاذ عمر عبد المولى رئيس اتحاد طلاب كلية السيطرة في جامعة القاهرة، وأيضا الأستاذ إبراهيم جمال المتحدث الرسمي باسم طلاب ضد الانقلاب. تتابعونا في الجزء الثاني من حوار الليلة، العلاقات السورية الأمريكية، ماذا تبقى من شعرة معاوية؟ رفضت هيئة التنسيق الوطني المعارضة في سوريا دعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لعدم توفر الظروف المناسبة لها، وقالت الهيئة أن هذه الانتخابات تشكل إعاقة للعملية السياسية، كما أشارت إلى تمسكها كمعارضة في الداخل بالحل السياسي عبر مؤتمر جنيف 2. قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالإعدام على 26 متهما في قضية خلية السويس، وقد وجهت لهؤلاء تهم عدة، منها قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قرار الولايات المتحدة إغلاق السفارة السورية في واشنطن قرار مخيب للأمال ويدعو للقلق. وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة بإغلاقها السفارة تخلت عن دورها في عملية السلام في سوريا. سنتناول موضوع العلاقات السورية الأمريكية بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة مع ضيفينا من واشنطن، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، وسفير الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة نجيب الغضبان. قالت روسيا أنها ستقرر ما إذا كانت ستفرض تأشيرة على الأوكرانيين بعد أن أعلنت الخارجية الأوكرانية أنه سيتم فرض تأشيرة على الروس. يأتي ذلك في الوقت الذي منعت فيه سلطات القرم وزير الدفاع الأوكراني والنائب الأول لرئيس الوزراء من دخول شبه الجزيرة التي انضمت إلى روسيا. رجح محققون أن تكون الطائرة المختفية اتجهت إلى جنوب المحيط الهندي، وتجرى عملية بحث لم يسبق لها مثيل عن الطائرة بمشاركة 26 دولة في جنوب المحيط الهندي باتجاه غرب إندونيسيا وأستراليا. أدان مجلس الأمن الدولي التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، واعتمد المجلس بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن وإعادة النفط المستولى عليه بصورة غير قانونية إلى الحكومة الليبية. العلاقات السورية الأمريكية، ماذا تبقى من شعرة معاوية؟ هذا هو موضوع الجزء الثاني من حوار الليلة. أرحب من جديد بضيفينا من واشنطن، معنا المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، ومعنا أيضا سفير الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة الدكتور نجيب الغضبان. أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بالضيفين. سيد كراولي، دعني أبدأ معك أولا. خطوة حقيقة غريبة نوعا ما أعلنت عنها واشنطن فيما يتعلق بوقف الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية في السفارة وفي قنصليتي سوريا في تكساس وفي ميشيغان، ولكن هذا الأمر لم يصل إلى حد قطع العلاقات. لماذا لم تقطع العلاقات إذا كانت قد جمدت كل هذه الأنشطة ولا يوجد سفير ولا يوجد سفير أمريكي؟ يعني ما الذي تبقى من هذه العلاقة؟ لماذا لم تقوم واشنطن بقطع العلاقات بشكل كامل؟ نعم، لأرد على سؤالك الأخير، طبعا هناك ليس هناك أشياء كثيرة تحدث، لأن هذا العنف أو النزاع الذي امتد لثلاث سنوات بين الحكومة السورية وشعبها. تقنيا ما حدث هو أن الحكومة السورية أعلنت بأنها لن تقدم أي خدمات قنصلية من خلال سفارتها في واشنطن، وهنا هي فقط مثلا سفارات تعطي مثلا جوازات سفر ليسافروا وغيرها من الأمور، ولكن طبعا لأن هناك نقصا في أو غياب أو انعداما في السفر بين الطرفين، ولذلك فإنهم ألغوا هذه الخدمات. وكما قلت فإن ليس هناك سفير في واشنطن منذ إلا 2011، وليس هناك أي خدمة لهذه السفارة، لذلك تم تعليق هذه، والدبلوماسيون سيرجعون إلى بيوتهم خلال 10 أيام القادمة، ويمكن أن تقدم مثلا الخدمات من خلال البعثة السورية في الأمم المتحدة أو من خلال مثلا الوسيط الأخضر الإبراهيمي الذي طبعا، ولكن الواقع هو أنه ليس هناك علاقات طبيعية ونشاط طبيعي بين الطرفين، ليس هناك أي اتصال بين الطرفين. اللافت سيد كراولي أن البيان الذي أصدره السيد دانيال روبنشتاين الدبلوماسي الأمريكي الجديد المسؤول عن الملف السوري الذي حل محل السفير روبرت فورد، هذا البيان يقول من غير المقبول لأفراد عينهم النظام السوري القيام بعمليات دبلوماسية أو قنصلية في الولايات المتحدة، وأنه بناء على ذلك أبلغت الولايات المتحدة الحكومة السورية اليوم أي الثلاثاء أنه يجب عليها فورا تعليق أعمال سفارتها في العاصمة واشنطن وفي القنصليتين في تكساس وفي ميشيغان. ألا ترى أن هذا المبرر يعني غير منطقي؟ بعد 3 سنوات من الأزمة السورية اكتشفت الولايات المتحدة أن هؤلاء الدبلوماسيين عينهم النظام السوري؟
بالطبع هم عينوا من قبل الحكومة والنظام السوري، وطبعا أيضا الولايات المتحدة قبلتهم ولديهم حصانة دبلوماسية طبقا لمعاهدة جنيف. ولكن هناك أيضا هناك أو طرق دبلوماسية يتم استعمالها لديها مغزى سياسي، ولأن هذا مر 3 سنوات على ذلك النزاع، وهذا تصريح قوي من الولايات المتحدة بشأن هذه الأزمة، ولذلك فإنها تعلن بأن الحكومة مسؤولة تماما عن ما يحدث في سوريا، وبأنه يمكن أن تعزل أكثر، يتم عزل النظام السوري أكثر. طيب سأنتقل إلى ضيفي أيضا من واشنطن الدكتور نجيب الغضبان المعارض السوري وأيضا سفير الائتلاف السوري المعارض في واشنطن. مساء الخير دكتور نجيب، أنت بداية يعني تعتبر سفير الائتلاف، هل هناك اتصال بينكم وبين الخارجية الأمريكية على أن يستلم الائتلاف مكان الحكومة في السفارة وفي القنصليتين؟ الحقيقة نعم، هناك تواصل مع الخارجية ومع الإدارة الأمريكية، وكان موضوع إغلاق السفارة في واشنطن هو مطلب لبعثة الائتلاف هنا ولجالية السورية الأمريكية، خاصة وأن الممارسات الأخيرة في القسم القنصلي كانت تميز ضد من هو معارض للنظام، بمعنى أنه إذا كان شخص له نشاط فلا يتم يعني تجديد جوازه أو إعطائه الخدمات اللي المفروض تقوم فيها به لكافة المواطنين. الأمر الآخر الحقيقة هو الأمر الثاني اللي ذكره زميلنا المتعلق بأنه إعلان النظام السوري بأنه لن يقدم أي خدمات أخرى، جعل هذه الخطوة منطقية وكنا نطلبها. أما فكرة لا، هو أعلن بعد الخطوة الأمريكية بحسب معلوماتي، يعني ما ذكروا الموقع الإلكتروني للسفارة السورية في واشنطن بأن السفارة ستعلق خدماتها ابتداء من يوم الثلاثاء، جاء هذا بعد الإعلان الأمريكي عن وقف هذه الأنشطة. لا الحقيقة العكس عنا، يعني كان تم الإعلان أنه نعم يعني كان تم الإعلان أنه النظام السوري سيوقف خدماته القنصلية في 3 سفارات في الرياض، في الكويت، وفي واشنطن، وهناك إشارة الحقيقة في هذا الأمر بالنسبة للقرار الأمريكي. بس ما أود أن أقوله بأنه نحن نطالب بالفعل الإدارة الأمريكية وأصدقاء الشعب السوري بأنه يقوموا بعزل هذا النظام، خاصة وأنه ذهب إلى يعني مفاوضات جنيف، وبدل أن يقدم التنازلات المطلوبة ويدخل في حل سياسي قام بتصعيد عسكري غير يعني مسبوق، استمر القتل، البراميل المتفجرة، وأيضا لم يطرح أي طروحات منطقية حتى أنه رفض الأجندة التي قدمها السيد الإبراهيمي. أنا أعتقد أنه كان جزء من القرار، خلفية القرار الأمريكي، هو أداء النظام في جنيف. السفارة السورية في الولايات المتحدة وضعت على موقعها الإلكتروني تنبيه أو يعني إخطار للجالية السورية يقول تعتذر السفارة عن استقبال أي معاملة قنصلية بدءا من يوم الثلاثاء. طيب أعود مرة أخرى إلى الأستاذ السيد فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية السابق. هناك الكثير من الانتقادات أهمها ورد من موسكو. سيد كراولي، موسكو تقول أن خطوة واشنطن إغلاق السفارة أو وقف أنشطة السفارة وأنشطة القنصليتين يجعل واشنطن تفقد دورها كراعي للعملية السلمية في سوريا، ما رأيك؟ لا أعتقد الشيء الكثير بشأن هذا الشيء، لأننا نبقي مع العلاقات. الولايات المتحدة مهتمة كثيرا بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي لهذا الوضع، والولايات المتحدة كانت داعمة كبيرة لمؤتمر جنيف ولمسار جنيف في إنشاء هيئة انتقالية، وأيضا دعت إلى رحيل نظام الأسد. ولكن للأسف فإن الحكومة السورية لم تكن مهتمة بالتوصل إلى حل لذلك الحل، وذلك أيضا الحكومة الروسية كانت تساند النظام السوري. ونحن ما نأمله الآن ونأمله دائما، الولايات المتحدة تأمل دائما أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، وطبعا
ورغم النشاطات التي حدثت في المسار جنيف، فإن سوريا وروسيا لم يلعب دورا بناء في ذلك. دكتور نجيب، ما رأيك؟ هل بالفعل هذه الخطوة تفقد واشنطن يعني على الأقل مركزها الأخلاقي في رعاية العملية السلمية بين الحكومة السورية والمعارضة؟ لا، الحقيقة على الإطلاق، يعني نحن لو عكسنا الموضوع وسألنا عن الموقف الروسي نفسه، الموقف الروسي هو موقف داعم بشكل يعني كامل للنظام السوري من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، وأسوأ من كل ذلك من الناحية العسكرية. يعني هناك تقارير تحدثت وموثوقة على أن روسيا زادت نسبة تسليحها للنظام السوري مع بداية محادثات جنيف بثلاثة أضعاف. هل هذا يجعل من روسيا راعي محايد لعملية جنيف؟ بالتأكيد لا. على الأقل الولايات المتحدة حتى الآن كل الخطوات التي قامت بها فيما يتعلق بسوريا هي دعم إنساني وهي مشكورة عليه، دعم سياسي، وخطوات الحقيقة في المجال دعم غير يعني للجيش الحر في مجال يعني غير الفتاكة، الأسلحة غير أو ما يسمى بالمواد غير الفتاكة. فهذا هذا الحقيقة لا يقارن بما تقوم به روسيا في دعم النظام في كل الاتجاهات. يعني روسيا هي التي عطلت مجلس الأمن، هي التي قامت بالتصويت بالفيتو ثلاث مرات ضد قرارات تدعم الحل السياسي في سوريا. فالحقيقة ما قامت به الولايات المتحدة ونأمل أنه دول أخرى تقوم به هو المزيد بالضغط على هذا النظام وعلى حلفائه حتى يأتي إلى جنيف للحديث عن حل سياسي حقيقي. فقد تكون هذه الخطوة وخطوات قادمة أخرى تصب في يعني وضع الضغط اللازم لإيجاد حل سياسي. سيد كراولي، البعض يقول أن هذه الخطوة هي ربما الخطوة الأولى التي يتخذها الدبلوماسي الأمريكي الجديد المسؤول عن الملف السوري السيد دانيال روبنشتاين. البعض يصفه بالمتشدد ربما بالمقارنة مع السفير روبرت فورد الذي تسلم هذا الملف لفترة طويلة. هل بالفعل نحن أمام شخصية ستتخذ خطا مختلفا بشكل كامل عن ما كان يقوم به السفير روبرت فورد في الفترة الماضية؟ الأوضاع التي حدثت الآن بأنه لم يكن هناك سفير في سوريا الأمريكي منذ 2010 أو 2011، طبعا السفير كان يحاول أن يطور علاقات عصرية وحديثة مع سوريا، وطبعا بعض الانتقادات كانت توجه إلى أمريكا، وخاصة مثلا أثناء فترة بوش كانت تحاول أن تغطي دور السفير هناك. وللأسف إن طبعا تحول دور السيد فورد بسبب التطورات التي حدثت في سوريا وبسبب العنف وطبعا تدهور أوضاع الأمنية هناك، كان عليه أن يغادر منصبه في دمشق، ولكنه كان طبعا في واجهة السياسة الأمريكية فيما يخص سوريا منذ ذلك الحين. ولكن الآن السيد روبنشتاين طبعا سيأخذ الملف الذي تركه فورد، وطبعا سيتحرك طبقا للتطورات التي تحدث على الساحة إذا طبعا رجعت سوريا إلى حواسها وعرفت وأدركت بأن نظام الأسد أو بشار الأسد لن يدوم في الحكم، وحاولت أن تشكل هيئة انتقالية وأن تلبي احتياجات الشعب السوري، فإن طبعا السيد روبنشتاين والولايات المتحدة سيردون على ذلك طبقا. دكتور نجيب، هل بدأتم اتصالات، ربما بدأتم بالفعل مع السيد روبنشتاين، هل لمستم أي تغيير في تعامل الولايات المتحدة مع هذا الملف؟ هل هناك برأيك أشياء جديدة في جعبة السيد روبنشتاين لم تكن مطروحة أثناء وجود السفير روبرت فورد؟ يعني هنا الحقيقة في عدة نقاط. النقطة الأولى، يعني السياسة هنا لا تصنع من قبل شخص فقط في الخارجية. القرار السياسي بالنتيجة النهائية هو قرار في يد الرئيس أوباما، وأعتقد أنه الخارجية بشكل عام موقفها كان دائما متقدم ويريد أن يقدم المزيد من الدعم للثورة السورية، وكان هناك في تحفظ أكثر من البيت الأبيض. لا شك أنه الشخصية ممكن أن تلعب دور، ولكن ضمن هذا الإطار دور محدود. ونحن نرحب بتعيين السيد روبنشتاين، هو الحقيقة من الدبلوماسيين العريقين المستعربين، يتحدث العربية بطلاقة جدا، وأرسل رسالة إلى الشعب السوري، ونتفائل بأنه كان بداية تعيينه مع هذا القرار
بإغلاق تعليق السفارة السورية هنا في واشنطن، ونأمل أن هذه تكون سلسلة من استراتيجية متغيرة باتجاه الملف السوري. بلا شك أنه هنا في واشنطن هناك اتفاق على أنه السياسات السابقة لم تجدي نفعا، وبالحاجة إلى التفكير الجدي. نحن نستغل هذه الفرصة لأنه نضع أمام الإدارة خيارات أقل مما يعني تتخوف منه الإدارة بترخل عسكري، وأكثر مما تتطلب الحالة السورية، لأنه الوضع الإنساني، الوضع السياسي، الوضع العسكري لم يعد يحتمل. نصف الشعب السوري نازح ومشرد ولاجئ، عمليات القتل اليومية، تصعيد البراميل، هذا يجب أن يكون هناك موقف أمريكي حقيقة على مستوى هذا الأمر، وهذا ينطبق على مجلس الأمن. طبعا مجلس الأمن معروف من يعطله، استطاع فقط أن يتفق على قرار إنساني، ونأمل أن هذا القرار الإنساني يتم تنفيذه من خلال دعمه وإعطاء القوة اللازمة من خلال الفصل السابع. صحيح دكتور غضبان ما تفضلت به بالنسبة لأنه الأشخاص والأفراد لا يصنعون السياسة الخارجية في أمريكا، هذا كلام سليم، ولكن الأشخاص الذين يديرون هذه الملفات لهم بصمات خاصة، لهم أسلوب معين في التعامل مع هذه القضايا، يرفعون توصياتهم في الكثير من الأحيان إلى صانع القرار النهائي وهو وزير الخارجية أو الرئيس أوباما. هل لمستم أن السيد روبنشتاين لديه رؤية مغايرة لما كان عليه الحال بالنسبة للسيد فورد؟ الحقيقة الأمر مبكر للحديث عن رؤية مغايرة تماما. بالنسبة للسيد فورد كان لنا علاقة جيدة معه، وكان متفهم جدا للموقف السوري وللحالة السورية، وأصبحت علاقات قوية جدا مع كل أطياف المعارضة السورية وخاصة الائتلاف، وكان الحقيقة دائما يريد أنه يدفع بالسياسة الأمريكية إلى مواقف متقدمة، وأعتقد هذا ينطبق على السيد روبنشتاين. القضية هنا كما ذكرت في العلاقة بين الخارجية والبيت الأبيض. أنا في اعتقادي الخارجية بشكل عام تريد أنه تعطي المزيد، تدعم الثورة السورية بشكل أفضل. الإشكالية كما نراها وكما يراها كثير من المحللين هي في تحفظ البيت الأبيض في أنه رئيس أوباما لا يعطي القضايا الخارجية الاهتمام المطلوب، وهذا رأيناه في أكثر من قضية. ولذلك فعلا نأمل أنه الخارجية تكون أحد العناصر الضاغطة بالإضافة إلى الكونغرس والرأي العام وحلفاء سوريا في المنطقة، يقوموا بإيصال رسالة إلى أوباما بأنه القيادة الأمريكية مطلوبة في هذه المرحلة لوضع حد للعنف، لدماء السوريين، ولحالة الاستنزاف، وحالة نقل هذا الصراع إلى كافة المنطقة. سيد كراولي، بالنسبة للنقطة التي أثارها الدكتور نجيب، العلاقة بين الخارجية والبيت الأبيض فيما يتعلق بتناول الملف السوري، هل بالفعل تتفق بأن الخارجية في معظم الأحيان يكون لديها موقف متقدم، يأتي البيت الأبيض ويحاول كبح هذه المواقف التي تعتبرها المعارضة على الأقل مواقف متقدمة وتخدم الحراك الشعبي السوري؟ لا أعتقد بأننا علينا أن نشخصن العلاقة الخارجية. أعتقد أن الدكتور نجيب كان محقا فيما قال بأن السيد روبرت فورد كان دبلوماسيا مميزا، ولكنه للأسف اعتزل من الخارجية. وطبعا روبنشتاين لديه سيرة ذاتية عظيمة، وكان طبعا قبل سنة واحدة مثلا كان السيد جون كيري استبدل أو تسلم منصب هيلاري كلينتون، وكانت هناك تغييرات كبيرة. وطبعا وهذا تم، ولكنني لا أتفق مع السيد نجيب بأنه السيد أوباما مثلا يركز أكثر على القضايا الداخلية، لا يعني هذا بأنه لا يوجه كل اهتمامه للقضايا الخارجية والسياسة الخارجية. الولايات المتحدة لديها قضايا خارجية، لديها سياسة خارجية وسياسة وطنية وسياسة اقتصادية، وكل هذا في وقت واحد. وفي مثلا في الأسبوع المقبل سيذهب إلى الشرق الأوسط، وهو يركز كثيرا على القضية السورية ويحاول أن يجد حلا دبلوماسيا، وحتى أنه يعترف بأنه حتى يمكن استعمال مثلا الحل العسكري إذا لزم الأمر أو التدخل العسكري مثل ما حدث مثلا في العراق. ولكن ماذا عن التباين سيد كراولي بين مواقف البيت الأبيض والخارجية في هذا الملف تحديدا؟ كما هو معلوم هيلاري كلينتون على سبيل المثال حينما كانت في الخارجية كانت لديها مواقف أكثر صرامة، أكثر حزما، كانت تطالب بمزيد من الأشياء التي ربما مساعد الرئيس أوباما والرئيس نفسه وضعوا يعني حدا لها ولم يجاروها في هذه السياسات. ما رأيك؟
أعتقد أن الاختلاف هو أنه ما يحدث الآن أنه في داخل سوريا وخارج سوريا. لا أعتقد بأن سيكون أي أحد منتقدا للسيد كيري بتحركاته الدبلوماسية المكثفة حتى يواصل مؤتمر جنيف وأيضا محادثاته المباشرة مع النظام، محاولته بالحديث مع عقل محادثات بين النظام وبين المعارضة. وأعتقد طبعا بأن المعارضة السورية أظهرت جدية في المفاوضات، ولكن للأسف لم تكن هناك حل، للأسف أنه لم يتوصل إلى حل سياسي بسبب النظام السوري، وهذا بسبب الجدية السيد كيري في الملف. وعلينا أن نرى ما إذا كنا سنتحرك، وما إذا كان السيد الأخضر الإبراهيمي يمكن أن يغتنم فرصا مثلا جديدة لعقد مفاوضات مباشرة بين نظام الأسد والمعارضة. وحتى فإن طبعا المعارضة تبقى ملتزمة بهذه المفاوضات، ولكن يظهر خلال الأسابيع الأخيرة بأن طبعا أن تركيزنا مثلا صب الآن على أوكرانيا والقرم، ونظام الأسد للأسف استعمل هذه الفرصة حتى يعمق أكثر العنف الذي يستعمله هناك. وهذا للأسف طبعا هناك كل الأطراف لها مصالح في إنهاء هذا العنف الذي يجري في سوريا، ولكن نظام الأسد هو الذي يقف دون ذلك. نعم دكتور نجيب، في الآونة الأخيرة سمعنا الكثير يعني ممن يقولون أن الولايات المتحدة ربما في الفترة القادمة ستغير إلى حد ما طريقة تعاملها مع ملف الأزمة السورية. البعض الآن يترقب زيارة الرئيس أوباما إلى السعودية، هذه التعيينات الجديدة من بينها السيد روبنشتاين. البعض يقول أنه بعد التقدم الميداني الذي أحرز النظام في عدد من المناطق في سوريا، واشنطن تدرس وتفكر بالتعامل بشكل مختلف. هل لمستم من خلال الاتصالات التي تجروها مع المسؤولين الأمريكيين بأنه بالفعل هناك على الأقل تفكير في مثل هذا التوجه؟ الأمر المؤكد أنه هناك في إعادة تقييم لكل هذه السياسة، وهناك تفكير الحقيقة في بدائل للتعاطي مع كل التطورات. ومثل ما تفضلت، يعني جزء أساسي من هذه التطورات أنه النظام جاء إلى جنيف ليكسب المزيد من الوقت وثم يقوم بتصعيد عسكري بالفعل، وهذا ما حصل، وبالتالي لم يكن جاد. هذا طبعا يضع هذه الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة أمام مسؤوليات معينة. نحن ذهبنا إلى جنيف بضغط كبير، رغم أنه شعبنا محاصر مجوع تحت القتل اليومي، تم استخدام كافة أنواع الأسلحة ضده بما فيها الطائرات، قصف في قدسية اليوم بالميج، يعني طائرات ميج، أمر الحقيقة يعني مخزي بالنسبة للمجتمع الدولي. مع ذلك ذهبنا. الآن المجتمع الدولي بما فيه بالذات الأصدقاء أمام مسؤوليات، حتى تستطيع أنه يعني تحرز تقدم في هذا الحل السلمي السياسي وتضع سوريا على طريق الانتقال الديمقراطي، يجب انه يعني يتم ارسال رساله واضحه للنظام بانه هذا غير مسموح. فكره انه يعطى وقت ليكسب الوقت ويحصل يعني يحدث بعض الانتصارات على الارض هنا وهنا، غير مسموح ان تؤدي الى نسف عمليه سياسيه المجتمع الدولي اتفق عليها بما فيها الولايات المتحده وروسيا. الامر الاخر، يجب ان يكون هناك ضغوط من خلال دعم القوى المعتدلة في الجيش الحر والائتلاف حتى تستطيع فعلا أن توقف هذا التقدم، حتى تقنع النظام بأنه وأطراف النظام بأنه الحل الوحيد هو حل سياسي ولا يوجد حل عسكري، هذا أمر واضح. وأيضا حل ضغط خارجي تقوده الولايات المتحدة على حلفاء النظام حتى يضغطوا على هذا النظام ليأتي بشكل جدي ويفكر بتطبيق بيان جنيف الأول اللي يتحدث عن انتقال ديمقراطي من خلال هيئة حكم انتقالي. سيد كراولي، هل بالفعل هناك يعني تفكير في واشنطن لإعادة النظر في السياسة الأمريكية إزاء الملف السوري؟ هناك من يتحدث عن أن الإدارة تدرس ربما خيارات مختلفة متعلقة بتمكين المعارضة المسلحة عسكريا بشكل أفضل في المرحلة القادمة، ما رأيك؟ أعتقد بأنه دائما هناك مسار للتقييم دائما، لأننا نحن لا لسنا أمام حالة مجمدة، إنها تتغير دائما. وعلي أن أكون هنا صريحا، فإنني أعتقد بأنه سيكون هناك إعادة تقييم، وأظن بأن الرئيس سيعيد التقييم مثلا في رؤيته لما يحدث في هذه في هذا النزاع الممتد. وأيضا كان أوباما حذرا
وهذا الحذر ربما سيتغير وربما طبعا إذا سيطور العلاقات مع المعارضة المعتدلة. وبالطبع إيران أيضا مثلا ستكون داخلة في الأمر والسعودية وعدة أطراف أخرى في المنطقة وهناك أيضا جماعات متشددة في سوريا. إذن فالدعم الذي نستطيع أن نقدمه للأشخاص أو فإننا يجب أن نضمن بأن هذا الدعم يجب أن يصل إلى الأشخاص أو الأشخاص الذين هم من المعارضة المعتدلة وليس إلى المجموعات المتشددة. وما يحاول الرئيس أن يواصل فعله هو تقديم الدعم وتطوير الدعم للاجئين في تركيا مثلا والأردن ولبنان، لأننا نرى هذه المأساة التي تحدث بتدفق اللاجئين إلى تلك المناطق، وهذا أمر معتبر هو سبب لمواصلة دعم أمريكا، لأن هناك الكثير من البلدان التي تحتاج إلى دعمنا هناك. بي جي كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية كان معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك. وشكرا للدكتور نجيب الغضبان سفير الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة. موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية، نلتقي على رأس الساعة.